الله مساكم مشاهدينا الكرام في البحرين، في الخليج العربي، في عالمنا العربي الكبير اينما كنتم. مشاهدينا ما تلاحظون ان احنا مو قاعدين نلحق نستوعب او نفهم الاحداث من حوالينا من قد ما هي سريعه وخطيره وكبيره. ما يمديك تفرح بخبر يطمنك حتى يجيك الثاني ويدق فيك ويخليك تلفت من الخوف. توك تفهم اللي صاير وتغمض عينك وترقد وانت مرتاح ترى فهمت قاعد يصير ما تقوم الصبح الا الاحوال تغيرت من حال الى حال شيء ورا شيء نبي نفهم نبي نستوعب الحين على مسؤوليتي برنامج اسبوعي نحاول فيه نعلق على هالاحداث نحاول نفهم شنو وراها شلون صارت شنو هي اسبابها راح نحاول نبسط الموضوع نتكلم فيه بلغتنا العادية نبتعد عن فلسفة المصطلحات ترى أعقد المواضيع ممكن تفهمها لما تنشرح بوضوح ونقرب الصورة وتعطي أمثلة تلاقي حتى الإنسان اللي مو متخصص في هالمجال استوعب وفهم تدرون أبسط مثال أنا دايماً أستشهد فيه عن التعقيدات السياسية ترى أنها طبخ في كل الأحوال إيه نعم السياسة طبخة تمت في مكان غير المكان اللي بتاكل فيه واللي انعرضت فيه نتائجها يعني انت قاعد على سفرتك صح يجيك الصحن مزين معدل القدشة مزينه معدله الحاشي عليها ويحطونه قدامك قليلين اللي يمدون يدهم او قبل لا يمدون يدهم وياكلون يهتمون بالسؤال شلون صارت في الطبخه من طبخها وين انطبخت شنو هي مقاديرها من وين يانا الطعام الحامض الحلو المالح ليش يظنون ان الطبخ عمليه صعبه ومعقده فما يسالون. احنا بنطلع عليكم كل ثلاثه في نفس هالموعد نقول لكم راينا في الطبخات السياسيه. بنبسط الامور لكن ما بنسطحها. اقول مره ثانيه راح نبسط الامور لكن ما راح نسطحها. واللي بتسمعونه كل ثلاثه على مسؤوليتي. الحلقة اليوم بنحاول نفهم فيها الأحداث اللي صارت في الأسبوع اللي طاف حتى يمكن نعرف شو اللي ممكن يصير في الأسبوع الجاي ونبدأ نسأل شو اللي صار من لحظة إطلاق الصاروخ من اليمن على الرياض وليش الانفجار اللي في بوري في البحرين صار في وقت متقارب ليش استقال الحريري خطاب نصر الله ليش هالمرة هادي ومتزن وصولا بالاحداث للاجتماع اللي بتصير الاسبوع الجاي في الرياض واللي دعت له المملكه العربيه السعوديه حق وزراء الخارجيه العرب. وبنختم في حلقتنا الليله بكلمه حق اهلنا في البحرين نلخص فيها مقادير الطبخه السياسيه. وبنسال هل في رابط بين كل هالاحداث اللي ذكرناها وبين الاستراتيجيه اللي اعلن عنها ترامب عن ايران؟ طيب واحد يقول ايش علاقة الانفجار اللي في البحرين باستراتيجية ترامب ضد ايران؟ وانتم كل ما صار شيء قلتوا ايران وايران؟ قاعدين ترمون كل بلاويكم على ايران؟ روحوا يا عمي حلوا مشاكلكم واول وبعدين وعقب وزعوا الاتهامات مثل ما تبون على غيركم. وبعدين ليش قاعدين تصعدون؟ ليش تهددون؟ ليش ما تقنعون السعودية انها تهدي؟ ترى ما فينا شدة حروب، تونا نتنفس عقب احداث الخريف العربي. هل الأسئلة قاعدة تدور عند الناس وهل راح تصير مواجهة عسكرية خليجية إيرانية وللمواجهة بتكون مع أذرع إيران في المنطقة وأولهم حزب الله شنو راح يصير في لبنان كل هالأحداث وكل هالأسئلة راح نجاوبها فاصل ونرجع لكم مع أذرع إيران ايران في النهايه هي دوله لها مصالحها حكومتها لازم توفر وظائف حق شعبها وتحسن مستوى معيشتهم وتوفر لهم الامان وتزيد من مواردها وتقلل مصاريفها وتتعامل مع مشاكلها الداخليه حالها حي حال اي دوله في العالم. بس ايران مع ذلك مع كونها دوله عليها وتهتم بمواطنيها طبعا لها مشروعها. ايران تبي تكون دوله عظمى تحتاج عشان تنفذ هالمشروع ان تمد نفوذها من طهران مثل ما تشوفون هني الى البحر المتوسط ومن طهران الى البحر الاحمر هذه لها اطماع وطموح في هذه المنطقه واحد سطرين تحت كلمة نفوذ لأن إيران تحتاج أسواق تحتاج تصدر الغاز تحتاج تستورد لها بضايع بسهولة وبأرخ... وبأسعار أرخص إيران بحاجة ماسة لمحطات ترانزيت تجارية وبحاجه لمناطق تعطيها امتيازات خاصه. طيب، شلون راح توصل ايران حق البحر المتوسط؟ وشلون راح توصل حق البحر الاحمر؟ مو لازم تحقق حلمها ترى بغزو او احتلال وتحرك جيوشها وتخسر عيالها عشان تسيطر على هالمحطات هذه اللي تمد نفوذها لها. ايران تعلمت الدرس ترى عقب حربها مع العراق. تعلمت انه بامكانها انها تجني كل هالثمار اذا قدرت تحصل على شنو؟ على خونة من داخل البيت اللي راح تمر عليه إلى أن توصل البحر المتوسط يفتحون لها البيبان ويحكمون باسمها يعني وكلاء لها وعملاء لها خدم لمشروعها يخدمون مشروعها ومصالحها هي بس هل اللي بيفتح لها الباب ما راح يقول حق الناس اللي حواليه أنا فاتح الباب حق إيران اللي بيتعامل مع إيران وبيكون لها وكيل ما بيروح يقول ترى أنا هذه قاعدة دافع عن مصالح إيران لا بيقول لهم أنا فاتح الباب حق دولة تحبني وتخاف علي وترعاني وتهتم فيني وممكن يقول بصريح العبارة أنا بفتح الباب لإمام الزمان خلينا نسمع واحد من اللي فتحوا الباب حق إيران الباب الخلفي لدخول إيران حق لبنان وسوريا فقامت لبنان إيران احتلت هالعاصمتين بخيانة هذا الخادم خلينا نسمع شي يقول ومشروعنا الذي لا خيار لنا ان نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع الدوله الاسلاميه وحكم الاسلام وان يكون لبنان ليس جمهوريه اسلاميه واحده وانما جزء من الجمهوريه الاسلاميه الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الامام الخميني. <applause> يعني ما كان هو يلف ويدور، قالها بصريح العباره حق امام الزمان، حق ايران، انا بخلي لبنان تابع لإيران وجزء من الجمهورية الإسلامية بكل وضوح وفي ناس يمكن يقولون طب هاي من زمان قال هالحكي هذا يعني وحين تغير وكبر وعقل وعنده فكر ثاني لا لا خلنا نسمع شو يقول موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران تمام؟ ما حدا له على بهذا الموضوع. يعني مثل ما قال رواتبه وصواويخه على قولته كلهم من ايران بكل وضوح بدون اي مواربه او توريه. في مو بس هو هذه في الشمال خادم لهم دخلهم لبنان ودخلهم سوريا في في الجنوب في جنوب العالم العربي خادم ثاني يقر ويعترف ان ايران صاحبه القرار في اليمن. وإيران ترى لها خدمها في العالم العربي مع الأسف في البحرين في السعودية في الكويت في العراق كلهم قاعدين يحاولون يفتحون الباب لإمام الزمان وبعدين إيران ما تنكر هالواقع إيران تأكد ان لا لبنان ولا سوريا ولا اي عاصمه من العواصم العربيه تقدر تاخذ قرار الا بعد اخذ راي ايران وهذا تصريح حسن روحاني مثل ما تشوفونه ما كانت الامه الايرانيه في المنطقه اليوم اكبر من اي وقت مضى ولا يمكن في العراق وسوريا ولبنان اتخاذ قرار حاسم دون اخذ الموقف الايراني في الاعتبار اذا عارف روحاني ان لهم اذرع في خارطه العالم العربي قاعدة تحكم وتحاول تخلي المصلحة الإيرانية فوق أي اعتبار وتنفذ القرار هذه خارطة العالم العربي واللي امتدت فيها أذرع إيران في كل المناطق اللي راح تشوفونها حين موجود وين ما في علامة حمراء موجود في خادم فتح لها الباب أو يحاول يفتح لها الباب هذه الاذرع منهم من نجح وتمكن في فرض ايران على وطنه وعلى قرار دولته وعلى حكومته، ومنهم من فشل في البقاء، ومنهم من انهزم واندحر. وتنوعت مواقع خدم ايران في الكويت، في العراق وسوريا ولبنان والبحرين والسعوديه، من قوي الى ضعيف الى عدم، حتى الدول اللي ما انذكرت في هالخارطه هذه ايران لها موقع قدم فيها تحاول تلاقي لها موقع في القرار من نافذه دينيه تدش لهم احيانا من حزب سياسي تحالف معه احيانا اخرى مثل بعض الاحزاب في تونس والجزائر متحالفين مع ايران ومن باب السياسه مره من باب الدين من باب التجاره حتى من باب الرشاوي مثل ما قال الأح... الاخ اللي طلع قال ان رواتبنا واموالنا وصواويخنا كلها من ايران فهو عادي يعني عنده ايران تحاول وتحاول مرة تفشل ومرة تنجح لكنها عندها مشروعها تنشر مع كل تمدد دشتها مع كل دولة دخلتها تنشر الخراب والدمار تهلك الزرع والضرع والأمثلة قدامكم تشوفوا وضع العراق وسوريا ولبنان واليمن محاولاتها لم ولن تتوقف ما لم تواجه ونتصدى لها لأن السكوت عنها والصبر عنها وطول البال طولها 30 سنة اللي فاتت هو اللي خلاها تمدد حتى وصلت صواريخها للرياض وهي اللي خلاها تجند عيالنا وتخليهم خدم لمشروعها بمعنى لولا عاصفة الحزم في اليمن كان حزب الله الثاني تأسس في الجنوب ولولا عاصفة الحزم في اليمن وقف وقفت نمو ذراع إيران الجنوبي كان الصواريخ خلاني بعد صواريخ كان الصاروخ اللي انطلق من الرياض عبارة عن واحد ضمن مجموعة صواريخ على قولته مثل العاب ناريه تنطلق من اهم من ك على كل العواصم الخليجيه مو بس في الرياض. وين ما يقدر يوصل الصاروخ الايراني كان وصلته. ايران تبي توصل البحر الابيض لننسى والبحر الاحمر واحنا منعناها من البحرين من انها تثبت اقدامها في اي محطه خليجيه عربيه على حدودنا. هذه مثل ما نشوف الصاروخ الايراني آه عفوا إيه اللي هو ايران الصنع لكن اللي انطلق من صنعاء وراح آه الرياض لو ما وقفناهم كان احنا حين ممكن نتلقى وهم قال عموما ابراج خليفه في دبي مو بعيده عن صواريخنا احنا في البحرين قصتنا معروفه بالتصدي لعملاء ايران والبحرين صخره تحطمت عليها احلام الطاووس الايراني مثل ما تحطمت احلامه في المسوره في القطيف في السعوديه خلينا نفهم الطبخه، ليش الصاروخ اللي على الرياض؟ ليش الانفجار في بوري مع بعض؟ أذرع إيران في العراق وسوريا ولبنان كبر نفوذها. هذه الأذرع قاعده تعطل تسويات وفرص لتهدئة الصراع في المنطقة، يعني الطبخة ما قاعده تصير، عفوا خلينا نوقف هنا الطبخة ما قاعده تصير في في البحرين ولا تصير في 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 اليمن ولا تصير في الصاروخ اللي انطلق في الرياض، لا. في طبخة قاعدة تصير في تقسيم في ترتيب الأمور في سوريا والعراق بعد طرد داعش حتى تتقاسم الدول الكبرى واللاعبين الكبار مناطق نفوذها في العراق وسوريا حتى ترسم حدودها هني كان مفروض يصير في قرار لكن الأذرع الإيرانية في هذه المنطقة اللي هو حزب الله مصر على تحقيق مصالح إيران حتى لو على حساب شعبها يعني شو اللي صار وخلى ايران تطبخ طبختها على نار هاديه كانت قبل شو اللي خلاها تطول على الضوء على الفتيل الحين مره واحده وتمدد في العراق ويدخل الحشد الشعبي بعض مليشياتها تحكمها ايران مباشره يدخلون لكركوك واربيل انت عارف اللي يبي فاوض يمد اكثر عشان عقب ترجع انت بعدين المنطقه اللي يبيها ايران قاعده تسوي كذي ايران ما كان لها الحشد الشعبي بالاتفاق ما مسموح له يدش كركوك اربيل في العراق ممنوعات ذي اتفاق مع الامريكان كان هذه بس هم دخلوا طب شو اللي خلاها تقول حق اللي في اليمن الخادم اللي قاعد في اليمن اطلق صاروخ على الرياض وخدمها اللي في البحرين فجروا انبوب بترول وقالت حق خادمها في لبنان اطلع تحكى هدد تقول شيء خرعهم شو اللي خلى اذرعها مره واحده تتحرك مع بعضها بعض نتوقع انها بتتحرك بعد ترى في الايام القادمه لان للحين داشين احنا على مفاوضات الاسباب ان ايران حست بالخطر حست بان طبختها بتخترب في ايادي قاعده تتدخل وتغير مقادير الطبخه وتزيد وتقصر وتبي تطردها من مناطق نفوذها اليوم في الشرق الأوسط نزل خبر أن واشنطن تقول موسكو يعني روسيا أوعدت أمريكا بأنها راح تسحب راح راح تسحب قواتها من جنوب لبنان يعني روسيا قاعدة وأمريكا يتوالمون ويتفقون على زحزحة إيران من مناطق نفوذها في سوريا والعراق دائما نحن في المطبخ عشان تعرفون ان في تسويات بين روسيا وامريكا اللاعبين الكبار. وفي لاعبين صغار يبون يدخلون روحهم في الطبخه متوسطين ايران وتركيا كلهم يحاولون انهاء القتال في سوريا والعراق حسب مصالحهم، كل يرسم خط التماس والمصالح حسب موط... مواضع او مواقع نفوذهم. ترى روسيا ما دخلت عبث روسيا لها مصالح تبي بعد توصل البحر المتوسط وتبي لها غاز تصدره وعندها طريق تجاري تبي يكون سالك لنفوذها بعد تبي تطلع على البحر المتوسط تبي لها قواعد عسكريه هناك اللي صار ان ايران واللاعبين الكبار اختلفوا على هالخطوط وين سهمي وين سهمك التسويات في سوريا والعراق تحتم خروج ايران منها تصريح وزير الخارجية الأمريكي لما قال تيلرسون قال الميليشيات الإيرانية لازم تطلع من العراق بعد القضاء على داعش، وقال نفس الشيء عن سوريا، يعني الكبار يبون إيران ترجع لحجمها الطبيعي، عقب ما تركوها تكبر وتكبر وتمدد بواسطة مع الأسف خدمها العرب اللي خانوا أشقائهم ويحاربون بالوكالة نيابة عن مصالح إيران. عندنا يخدمون إيران ناس في البحرين، ناس في السعودية، في الكويت، في لبنان يحاربون في دولهم وفي العراق وسوريا واليمن كلهم قاعدين يفتحون الطريق حق الغاز الإيراني، حق التجارة الإيرانية من غير ما يدرون أو بعضهم يدري. الشيء الثاني اللي خلى العفسة تصير في نظرية اسمها نظرية توازن القوى في المنطقة، هذه نظرية قديمة يعني أمريكا واحدة من الدول اللي آمنت فيها. تقول النظريه انه اذا بنطبقها على الخليج العربي وهي منطقه حيويه وهامه وضروريه للعالم واللي عنده مصالح متشابكه على الدول المطله على الخليج لازم قرروا الامريكان انه يصير في توازن ما تنفرد دوله قويه تتحكم في القرار وتحطنا تحت رحمتها لازم نوازن بين هذه الدول في الثمانينات كانت العراق وايران اقوى دولتين يتنافسون في المنطقه بد من استغلال وتوظيف التنافس، امريكا ايش قالت حق خدمة مصالحها؟ شنو نسوي؟ نقوي واحدة ونضعف واحدة. الثانية ترجع تقوى وتقوى وتضعف اللي كانت قوية. في 2003 طاحت العراق، أضعفت. من قوى؟ إيران. من ذاك الوقت امتدت أربع إلى أربع عواصم عربية إيران. والحين يالوقت الوقت اللي فعلاً تضعف في إيران. وترجع لحجمها الطبيعي عشان يصير التوازن ايش قال ترامب عن ايران اول ما وصل خلنا نسمع هذا النظام يبقى راع كبير للإرهاب ويقدم مساعدة للقاعدة وطالبان وحزب الله وحماس ومنظمات إرهابية أخرى ترامب يقول أن إيران لازم تضعف ايران فيها الحرس الثوري ودوله راعيه للارهاب هذه ترامب يقول كذي وهذه استراتيجيه جديده بالنسبه لنا في دول الخليج لازم نتحرك مو كل مره نحصل واحد يوافقنا في البيت الابيض مثل ما الحين موجود مو كل مره نحصل توافق واجماع دولي على ضروره قطع اذرع ايران في المنطقه ووقف تمددها ما ممكن نوقف الارهاب الا بنزع كل الميليشيات اللي موجوده في المنطقه سنيه كانت ولا شيعيه ترى احنا نزعنا الحين طردنا داعش الحين بقى الاحزاب الثانيه اللي متسلحه. امريكا تقول حق ايران اطلعي من المنطقه، المانيا، فرنسا، بريطانيا، روسيا كلهم يقولون نفس الحكي، ايران لازم تطلع من المنطقه. وبعض ترى روسيا احيانا تلعب بفرقه ايران علشان تساوم فيها بس اذا كان هذا الاجماع كله يقول حق ايران طلعي من المنطقه ايش تتوقعوا رده فعل ايران هل التضييق عليها بهالشكل هذه ومن كل صوب راح يخليها تسلم بس بسهوله يلا بس باطلع عقب كل هالخسائر وبتتخلى بسهوله عن مشروعها ولا بتحاول تحرك ذرعها عشان ما يمسون فيها ولا بتحاول التفاوض على مصالحها؟ وتقول طيب ما عليه. انا اخذوا هني واعطوني ذي، خلوا ذي واعطوني ذي، هذه المفاوضات اللي راح تحاول ايران تسويها. التهديد الدولي بفرض عقوبات على ايران ترى راح يمس المواطن الايراني. وتوهم فرحانين انه وقفوا العقوبات لما صار الاتفاق النووي، وسووا نصر كبير للايرانيين، لكن الحين رح تفرض عقوبات على قيادة الحرس الثوري الإيراني، على شركات رح تتعامل معاه، على أي طرف رح يتعامل مع الحرس الثوري الإيراني، وبنرجع في حلقة ثانية عن الحرس الثوري الإيراني بالتفصيل. بس الحين في تغيرات، في فرص قاعدة يعني المملكة العربية السعودية دول الخليج قاعدة تنتهز هذه الفرصة المناسبة لمصالحها، قاعدة تدخل العراق وتدخل حتى سوريا وتمد علاقتها مع أجنحة عراقية. مصالحها تتفق مع المصالح الخليجيه وفي سوريا بعد السبهات دخل للرقه كل هذه المواقع راح تحاول المملكه العربيه السعوديه استعادتها في هذه الدول طبعا هذه تهديد اخر غير العقوبات لمصالح ايران في المنطقه اللي تعبت وهي تبنيها ايران ما راح تسكت ولا راح تسلم بسهوله علشان كذي طلع خادمها اللبناني يهدد ويقول على قولتهم ان احنا بنساعد كل المؤمنين يعني كل فريق الخدم في العالم العربي احنا بنساعده ما كفى التوابيت اللبنانيه اللي رجعت حق امهاتها من سوريا لا الاخ بيكمل وبيرسل لبنانيين اليمن واي دوله ثانيه تحتاجها ايران للمساعده سمعوا هل لبناني وهو مواطن شيعي جنوبي شي يقول حق نصر الله يا سيد هل تريد بعدما خضنا حربا لم نفهم سببها في تموز 2006؟ وبلسم بعدها جراحنا اهل الخليج، وبعدما قتلنا اهلنا في بيروت والجبل في السابع من ايار عام 2008، وبعدما قتلنا وقتلنا ومتنا ونحن نحارب اهلنا بسوريا في العام 2013 و2014 ان نذهب الى اليمن؟ في العام 2015 لنناصر من يعتدون على اهلهم كما حاول اخي ان يفعل في الجبل ذات ايار لبناني؟ تريدنا ان نشتم السعوديه والخليج حيث يعمل اشقاؤنا واقاربنا؟ تريدنا ان نموت في سوريا والعراق بالاعتداء على الاخرين، وفي الضاحيه بالمتفجرات والجوع، وفي اليمن بنصره الظالم. لماذا نهاجم يا سماحه السيد من انقذنا؟ لماذا نحاول قطع يد العرب التي امتدت الينا دوما لماذا يا سيد ننحاز الى ايران على حساب العروبه السنا عربا ولغه القران هي لغه الضاد هل تريدنا ان نحارب الكوكب كله فيما ايران تفاوض على دمنا ولا يسقط لها شاب واحد يا سيد انا ابن الجنوب اريد ان اشتري منزلا اعيش فيه لا لترثه ارملتي وتتزوج غيري اريد ان اربي اولادي لا ان اضمن غدهم بموتي، وانا أُيتم اولاد السوريين والعراقيين واليمنيين. عذرا يا سيد، لكن حروبك باتت اكبر من قدرتنا على الموت، شبابنا في البقاع والجنوب والضاحيه باتوا اما شهداء او محاصرين بارزاقهم في جهات الارض كلها، واما مقاتلين لا يعرفون دفاعا عن اي قضيه. واليوم تريدنا ان نحارب العرب كلهم وان نصير جاليات ايرانيه في بلادنا. بعد كل هذه الحروب تعبنا ونريد ان نرتاح يا سيد. بدات الناس تفتح عينها؟ بدات تعترض؟ بدات بدأت تعرف أن ما في أحد من العيال مستفيد ما حد من الناس البسيطة مستفيدة إيران فقط هي المستفيد الوحيد من حرق وموت وسجن وتشريد ونفي العيال العرب بدأت الناس تعرف أن طباخ السم إيراني لكن ما يذوقه ولا عياله يذوقونه السم هذه ما حد يجربه ولا إيه يمه غير عيالنا أنتم بس اللي إيران بالنسبة لكم حمامة سلام وبتشربون هالسم وتاكلونه والط... يعني وتحجون وتقولون انه والله احنا قاعدين نسوي هذه من اجل ايماننا ومن ج... من اجل ال البيت. يا اخي الناس فتحت عينها شافت طلعوا علماء دين شيعه، طلعوا زعماء سياسيين معممين شيعه وغير معممين يعترفون انهم كانوا غلطانين لما صدقوا ايران وصدقوا ان الخدمه هي لال البيت. لين اكتشفوا ان الخدمه هي لآل إيران لدولة إيران اطلعوا علماء دين شيعة ينبهون الناس إن ما ينخدعون بخدم إيران ولبنان ومن السعودية وفي اليمن وفي الكويت وحتى من البحرين في ناس قاعدة تحكي خلني أسأل سؤال من اللي استفاد من تفجير أنبوب نفط في بوري؟ من اللي تضرر؟ من اللي أنقذ الناس؟ من اللي عرض حياته للخطر؟ من اللي يستاهل أن نشكره ونثني عليه؟ اثنين رجل المطافي اللي طفى الحريجه والريال اللي قاعد يسقيهم الماي. هذا هو الوضع الطبيعي. لما تفهم دور الدوله واجهزتها وتعرف انها لخدمه الناس انت بنفسك بتخدمهم. لما تعرف ان اللي حط الحواجز بينك وبين الدوله وحرضك عليها وحول الدوله لعدو كان يبي يعزلك علشان لما يعطيك الامر تحرق انبوب البترول ما تشوف قدامك وما تحسب حساب. من راح يتضرر؟ ومن ممكن يحترق؟ المهم عندك كان السمع والطاعه. ترى انت ما تخدم ال البيت لين تحرق انبوب في بوري، انت تخدم ايران، مصالح ايران، محطات ايران لتصدير غازها وبترولها ومن وانتاجها. انت ما انت الا حجر على رقعه شطرنج ايرانيه. واضحيه، انت عباره عن اضحيه يضحون فيك. حتى ينتعش الاقتصاد الإيراني ويعيش الإيراني المواطن الإيراني مرتاح اللي أطلق, أطلق الصاروخ على الرياض اللي فجر في بوري اللي راح سوريا ورجع بتابوت من إلى لبنان اللي خزن أطنان من المتفجرات في العبدلي اللي لغم مدينة المسورة والشرقية في السعودية كلهم كلهم يمهدون لمحطات إيران التجارية قبل لا اكمل بس يعني هذه صوره معبره هي الصوره ماخوذه من يعني من تصوير في كالندر الداخليه مو صحيحه لكنها تعبر لترى الاحداث اللي جرت احلى من كذي واهم من كذي ويا ريت صورناها احنا مقصرين ترى في توثيق الدوله وخدماتها اللي تقدمها ولا ترى 400 مواطن تم اخلاءهم من بوري بفضل هالرجال الاشاوس الذين اللي يستحقون كل الشكر والثناء الدوله هذه هي تقدم هذه الخدمات حق مواطنيها بدون تفرقه لكن اللي يحرق واللي خرب واللي كسر ترى عباله قاعد يخدم غرض ديني لا لا يا حبيبي انت قاعد تخدم اغراض تجاريه وسياسيه وعسكريه حق ايران مصدقين انهم يمهدون الطريق لعوده الامام وبنية صافية لإيمانهم نصر الله اليوم في مواجهة اللبنانيين وهذه هو سبب استقالة الحريري هذا الغرض منها قال له ما راح أساعدك على تبييض وجه إيران بهالحكومة وأقعد معاها معاك في هذه الحكومة ونبيض الجرائم الإيرانية تبي تحمل مسؤولية قراراتك اللي قاعد تأخذها خدمة لإيران تحملها بروحك سمعوا هذا النائب او هذا اللبناني ايش قاعد يقول عن خسائر لبنان نتيجه استقاله الحريري والمواجهه مع السعوديه الحكومه يعني كيف سا... اللبنانية يجب انه تعتذر باسرع وقت ممكن والاعتذار هو قوه مش ضعف خافوا اليوم على هاللبنانيه اللي موجودين خافوا على ما تبقى من اقتصاد وطني خافوا اليوم اليوم حيصير في مجاعه بلبنان اذا استمرينا بهالطريقه هاي نحن واصلين لاسوا وضع اقتصادي عرفه تاريخ لبنان هدول اللبناني اذا رجعوا لهون اما اذا وقفت سكرت الحدود على المنتجات اللبنانيه انا قلت وبرجع بقولها مش ربيع عربي بلبنان حيصير في جهنم عربي بلبنان اذا استمرت هذه الحكومه والفريق السياسي مثل ما هو هل على يمكن الاستغناء عن اليد هذه اللبنانيين اعترفوا ويدرون ايش كثر حجم خسايرهم اللي بتخسرها لبنان واللبنانيين خدمه لايران. يعني شو استفاد لبنان من خدمه ايران ومن نصر الله اللي يبي يخدم قراراته بقراراته مصلحه ايران. مع الاخذ في الاعتبار ان اي ايراني يطلع في الشارع يعترض او يكسر او يخرب ما يرحمونه الاعدامات في ايران في الشوارع علنا. القتل بالرصاص، التعليق على الـ 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 الرافعات مثل ما تشوفون هذه صوره معروفه، يعني هذه اي واحد يعترض آه على خامنئي لا ما في ما في رحمه آه اللي يقطون مولوتوف على الشرطه الايرانيه، اللي آه اللي يحرقون لا ما في ما في مسموح احد يعترض، ايران تبي تكمل مشروعها ما مشروعها ما تسمح لاي ايراني انه يعترض عليه. هذه العلاقه بين المواطن المعترض اللي في إيران وبين شعبه بس خلينا نشوف الصورة مرة ثانية صورة رجل المطافي هذه هي الصورة الطبيعية هذه هو الأصل هذه هو الواقع هذه وطنك بلدك ذولا هم أهلك وناسك هني أمنك وهني بيتك وهني دولة تحميك طالما أنت ملتزم بدستورها بقانونها راح هي تقدم، تخدمك وحقوقك توصلك الايام القادمه راح تشهد تخريب لهذه الصوره محاولات من اذرع ايران في المنطقه ان هذه العلاقه تخترب المفاوضات اللي بين ايران وروسيا وامريكا الايام القادمه ايران بتامر بتحاول بتدز وسطاء حق الامريكان علشان سهمها ما ينقص تب يكون موقفها قوي في المفاوضات تب حصتها من الكيكه تكبر من الطبخة تزيد عشان كذي راح نتوقع ان ايران بتعطي اوامر للي مصدق انه يبي يخدم على آن البيت انه يحرق مني انه يفجر منك كل ذي خدمه للمفاوضات الايرانيه الروسيه الامريكيه على سوريا والعراق شوف عاد انت ايش انت الحين صرت تعرف الطبخه مو هني الطبخه هناك وعرفت الطباخ وعرفت طبيعه الاكله شوف انت ايش تاكل ختاما استودعكم الله ان شاء الله وان شاء الله تكون طبختنا لذيذه او خفيفه عليكم ونلتقي فيكم الاسبوع القادم ان شاء الله